اختتم مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث احتفالاته الخاصة بمناسبة الذكرى العشرين على تأسيس المركز والتي استمرت على مدى ثلاثة أيام نعم حفل الختام شهد تدشين كتاب بدايات حكايات وتقاطعات لمعالي الشيخ مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار إلى جانب إصدار عدد من الكتب التي يرعاها المركز حينما يكون هنا مكان جامع للثقافة والأدب والفن والتاريخ والموسيقى فنحن هنا حتما نتحدث عن الأب الروحي والداعم الأول والراعي الأساس لهذه المقومات التي تصقل الإنسان وتفخر بها الأوطان نحن هنا حتما نتحدث عن مركز الشيخ إبراهيم بن محمد الخليفة للثقافة والبحوث فكرة العشرون لتأسيس مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث وطبعا وفي بيوت للثقافة أنا أعتبر هذه البيوت هي أجمل بيوت الثقافة مشروع أنجب مشاريع كثيرة وتناسلت هذه المشاريع بشغف وبحب وبرغبة صادقة وبإخلاص شديد لفكرة الثقافة قامت الشيخة مي الخليفة طبعا هذه السيدة الخضراء التي قامت ب ترميم هذه البيوت بإعادة هندستها ببث الروح الثقافية فيها وتحويلها إلى بيوت على مدار السنة تقام فيها الفعاليات والأنشطة الثقافية محطات لا تنسى عاشها المجتمع الثقافي والأدبي في الذكرى العشرين لتأسيس المركز والبداية كانت من عمارة بن مطر وختامها مسكن مع تدشين كتاب بدايات حكايات وتقاطعات لمعالي الشيخ مي بنت محمد خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار إذ تروي فيها قصتها مع العمل الثقافي وحكايتها مع المركز هي المدن التي تملك منارات ثقافية متوهجة مثلما تملك البحرين في هذه العقود الاخيره بفعل الشيخه مي بنت محمد الخليفه ان تجعلها مهوا لقلوب كل المثقفين العرب. مركز هو الشيخ ابراهيم لم يكن فقط الراعي الاول للثقافه والادب والفن على اشكاله انما كان ايضا من يجعل الاحلام حقيقه تلامس أرض الواقع كز شيخ إبراهيم ليس فقط يعني إحدى محطات حياتي لكنه إحدى المحطات التي أفخر بها كون كما أخبرتك يعني حقق حلم من أحلام حياتي ثانيا أنه بيت ثقافي عربي بامتياز الحقيقة أنا جدا ممتنة وسعيدة أني أكون أحد الذين مروا من من أو عبروا في هذا المركز وال أكثر سعادة أني تشرفت بأن يطبع لي ديوان من مركز الشيخ إبراهيم بن محمد كونه مركز عريق وكونه تديرة رائدة آه ثقافية عربية عالمية حقيقة هي الشيخة مي الخليفة المتابعة للفعاليات الثقافية في مملكتنا الغالية البحرين وخاصة الفعاليات اللي تقام في مركز الشيخ إبراهيم أحيي جميع القائمين على هذه الفعاليات الأدبية الثقافية الموسيقية كلها أنا من حريصين جدا على حضورها أمانة وعلى مدى هذه الأيام الثلاثة أحتضن مركز الشيخ إبراهيم بكل حب وكعادته الدائمة أبنائه الذين جاءوا من مختلف دول العالم ليستذكر معهم مسيرة العقدين التي خطها المركز بكل امتياز وتفرد لمده ثلاثه ايام احتفى المجتمع الثقافي والادبي بالذكرى العشرين على تاسيس المركز الحاضن للثقافه والادب والموسيقى الا وهو مركز الشيخ ابراهيم بن محمد الخليفه للثقافه والبحوث متمنين له اعواما مليئه بالازدهار لمركز الاخبار بتلفزيون البحرين مريم حميد